السلام عليكم ورحمة الله البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم دجاجة مفورة ومعمرة بالشعرية الصينية اللي كتجي لذيذة بزاف. فبالنسبة للمكونات، ملعقة صغيرة من الملحة، وعندي شوية من سكينجبير، وشوية من الخرقوم، وشوية من الإبزار، وشوية من الزعفران، وشوية من التحميرة، وعندي كذلك ملعقة من لاموطارد، وثلاثة فصوص ديال الثوم، ونصف كأس من زيت الزيتون. وعندي هنايا دجاجة من وزن كيلو ونص بعد ما نقيتها مزيان بالحامض وخليتها تقطر مزيان. فهنايا خديت هاد الإناء وغادي نحط فيه هاد العطرية، وغادي نزيدو عليهم نصف كأس من زيت الزيتون، وملعقة من لاموطارد، ملعقة كبيرة. فاللاموطارد كتعطي واحد اللذة زوينة بزاف. وغادي نضيف معاهم ثلاثة فصوص ديال الثوم، وغنخلطو المكونات مزيان. وغنزيد معاهم شوية ديال الماء باش تخلط لينا العطرية. وهنايا من بعد ما خلطت العناصر جيدا، غادي ناخدو الدجاج وغادي نشرملو الدجاج، غادي ندخلو فيه ديك العطرية مزيان ومنخليو حتى شي بلاصة. وما ننساوش غادي ندخلو العطرية لداخل باش يشرب لينا الدجاج مزيان ديك العطرية. وغادي نخليوه يرتاح جوج سوايع، يمكن ليكم توجدوه في الليل وغادي تحضروه الغد الغدا. هنايا من بعد ما دهنتو مزيان بالعطرية، غادي نخليه يرتاح وغادي نتلاقاو باش غادي نوجدو الشرمولة اللي غادي نرافقو به الدجاج. بالنسبة للشرمولة، فهنايا عندي بصلة كبيرة اللي قطعتها طريفات صغار، وعندي شوية من القزبور وشوية من المعقنوس، وهنايا عندي الكبدة. وبالنسبة للعطرية عندي شوية من سكينجبير، وشوية من الخرقوم، وشوية من الملحة، وشوية من الإبزار. فهنايا وجدت الشعرية الصينية، خليتها في الماء سخون باش تطلق لينا، وخديت هاد المقلاة وحطيت فيها شوية من الزيت، وغادي نحطو فيها البصلة باش غادي تشحر لينا شي شوية. وغنبقاو نحركو فيها حتى تدبل لينا تماما. فهنايا البصلة بعد ما دبلات لينا مزيان، غادي نزيدو عليه الكبدة ديال الدجاج. وغنخلطهم مع بعض حتى تنشف لينا من الماء. هنايا ضفت عليهم شويه من القزبور وشويه من المعقنوس، وغادي نزيدو عليهم العطريه مع التحرك. فهنايا خديت هاد الكسعه هادي وغادي نحطو فيها الدجاج من بعد ما شرب لينا ديك الشرموله مزيان،
وبالنسبه للعطريه اللي بقات لينا فغادي نستغلوها وغادي نزيدوا عليه الكبده ديال الدجاج بعد ما وجدات. غادي نزيدوها من فوق من العطريه ديال الدجاج. وغادي نخلطوهم هكا. وبالنسبه للشعريه الصينيه فهنايا من بعد ما استقطرتها مزيان هكا غادي نزيدوها من فوق وغادي نخلطوا العناصر مع بعضها. وهنا غادي ناخذ الدجاج وغادي نعمروه بالشعريه. فهاد الوصفه كتجي زوينه بزاف وسهله في نفس الوقت. فانا هنايا غادي نعمر الدجاجه، ما خصناش نعمروها بزاف باش ما غاديش تخرج لينا الشعريه ملي غادي نفوروها. هنايا الشعريه سخونه، نحاول انني ناخذها باليدين ولكن سخونه فاستعملت الملعقه. ومن بعد غادي نستعمل عود ديال الاسنان وغادي نشدو فيه هاد الجوانب هادو. فهنايا خديت الدجاج وحطيته في الصينيه اللي غادي ندخلها الفرن وغادي ندهنو شي شويه من الفوق باللاموطار. يمكن لكم تستعملوا الزبده او الصوص طوماط او الهريسه. غادي ندهنو بجميع الاطراف ديال الدجاج وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الدجاج من بعد ما تحمر وطريقه التقديم. فمن بعد ما تحمر لينا الدجاج فكيجي بحال هكا. وهنايا خديت واحد الطبسيل وحطيت فيه الدجاج بالنسبه للشعريه اللي بقات لينا زايده فما غاديش تضيع، غادي نزينوا بها الدجاج بحال هكا. يمكن لكم تزينوه بالروز او لو بالشلاضه. فهاد الوصفه كتجي زوينه بزاف وكتجي في المذاق رائعه. كما كتشوفوا غادي نزينو كامله بالشعريه وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الدجاج اللي حضرته معكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج من بعد ما زينته ومن بعد ما تحمر. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وكنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.